فيما يخص هذا القانون الذي نطالب بتنقيحه، وهذا القانون الذي أردنا أن يكون قانونا صارما حتى تتخذ المؤسسة الأمنية الصلاحيات الكاملة للمقاومة، لأن اليوم المؤسسة الأمنية هي جاهزة برجالها وبالعزيمة وبالإرادة. اليوم سيدي الكريم نحن نطالب بالصلاحية الأمنية للمقاومة، أي يعني قانون الإرهاب عندما ينقح ليس لا تتحدثني على حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالدولة. هذه هي الجريمة الكبيرة التي بدأت في تونس، هو أول جريمة للإرهاب هي الجريمة السياسية التي وقعت عندما تم فك المؤسسة الأمنية، عندما قاموا بإحالة قيادات أمنية بالتقاعد الوجوبي وهي قيادات لديها من الخبرة الكافية، وحل جهاز أمن الدولة الجهاز الاستخباراتي والاستعلاماتي الذي هو الوحيد القادر على التتبع المعلومة وتتبع هؤلاء الإرهابيون في أي مكان في البلاد. هم يعلمون علم اليقين بأن الاستعداد الأمني لدى رجل الأمن في تونس، نحن مؤسسة الأمنية لها تاريخ. طيب. نحن لا نتعلم الأمن اليوم، نحن من صدرنا الأمن إلى العالم وعلمنا بلدان كيف يتدربون وكيف يتعلمون وكيف يقرؤون الأمن، بأن هناك ما هو ما يقال التداخل في القرارات وفي المؤسسة الأمنية، هناك تداخل كبير، هناك تداخل في الشأن الأمني من كل من هب ودب يريد أن يتدخل في المقاومة. اليوم كل الجمعيات والمنظمات والأحزاب وكل السياسيون يريدون التدخل في الشأن الأمني. الشأن الأمني هو ولكن شأن ولكن أيضا سيد، نحن كنقابة قوات الأمن الداخلي والديوانة اتخذنا في الليلة الفاصلة بين 28 و29 اجتماع أمني كبير بيننا. ولماذا وضعنا هذا؟ لأننا السياسيون والمؤسسة الأمنية هي التي تركت الفراغ للنقابات الأمنية للتدخل، لأننا نشاهد أشياء خطيرة، لأننا نشعر بالخطر لهذه الدولة، لذلك تدخلنا. اليوم لأننا أمنيون عندما نجد البلاد سوف تنهار، البلاد مهددة باستعمار جديد، إذن لابد للجميع أن يتدخل. بصفتنا أننا أمنيون ونقابات أمنية لدينا الحق والصلاحيات للتدخل لإنقاذ الدولة، بما أن رجل القيادة السياسي إلى حد هذه الآن لم يشعر بأن الدولة مهددة بالاستعمار، لم يشعر بأن الشعب التونسي مهدد بالأمن. لابد أن تكون المقاومة كلية، ولابد أن تكون هناك الصلاحية المطلقة للمؤسسة الأمنية ولرجل الأمن. ومن هنا يأتي الخوف يا سيدة ألفة، من هنا يأتي الخوف ليس ميداني. الصلاحية المطلقة في قولي هي دعني أقاوم، وبيننا إن خالف ذلك هناك حساب، وإن تجاوزنا القانون هناك حساب، ولكن لا. نحن الآن ماذا يفعلون؟ عندما نذهب للمقاومة ونذهب في إيقاف بعض الإرهابيون، الكل يريد أن يطالب أن نعلمهم مسبقا وأن نقدم الخطة وأن نعلم كم ذهب من عون أمن للإلقاء القبض، ولابد أن نقدم الخطة مسبقا. هذا خطر كبير. عندما نذهب لقبض على الإرهابيون لابد أن تكون هناك سرية مطلقة، الكل يريد أن يعلم، المنظمات تريد أن تعلم، والجمعيات تريد أن تعلم، والحزب والسياسة. الذي نريده هي السرية المطلقة وكذلك الصلاحية المطلقة في هذا المجال، لأن التدخل في القرارات